طبعا بالنسبة، الله يسلمك، تطرقتي إلى كذا موضوع في مداخلتك. بالنسبة حق العائلة الكريمة، بطن الله في سلمى باد، احنا الله يسلمك قاعد نتابع حالتهم، وبالفعل من قدمت لنا الحالة بالفعل لازلنا احنا قائمين على المتابعة مع أفراد العائلة، لأن هي مكونة تقريبا من 3 عوائل مع بعض، فكل عائلة قاعد نحاول ان احنا نطلع معاها حل، ان هم ممكن لبي تطلعاتهم في مكان سكني يليق بهم، فاحنا قاعدين نتابع معاهم. وبعد كذلك وجهت الفريق انه يظلون يتابعون لي ما يحصلون لهم ان شاء الله باذن الله المسكن اللائق فيهم. طبعا بالنسبه حق الطرح اللي طرحته فيما يخص المعايير، واعتقد هذا الشيء احنا تناقشنا فيه ووصلنا لاتفاق، يعني من خلال طبعا اللجنه المشتركه لمناقشات الميزانيه وصلنا حق توافق او اتفاق ان بالفعل المعايير تحتاج ان هي مراجعه، سواء كانت الخدمات الاسكانيه، سواء كانت الخدمات اللي تقدمها التنميه الاجتماعيه او اي جهه ثانيه. بالفعل المعايير مختلفه، كل واحد تعريف حق من هم محدودي الدخل، واحنا طبعا على استعداد تام ان شاء الله ان احنا نكون جزء فعال في هذه اللجنه ونتطلع ان شاء الله لبدء الاجتماعات، وعندنا طبعا كثير من الاقتراحات اللي نبي نعرضها عليكم ان شاء الله، اللي ممكن احنا نوصل حق تعريف واضح يشمل جميع الخدمات اللي تقدمها الحكومه للمواطنين، وشلون احنا نوصل حق تعريف للاحتياجات ذوي الدخل المحدود.